تليفون سي عباس. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا خويا زهير. دونك عباس، تكتب على الستاتيو في الفيسبوك نتاعك تقول اليوم كانت الانطلاقه الخمسة نتاع الصباح من تبرقة ومشيت للباجة ديريكتومون على البسكليت من العشرة غير أربعة، وين ضربتها قد بالريقوتا والبن، وقعدت ندور لين خرج لي واحد من كافيتيريا واستدعاني بحد أصحابه، تحكي على علي حمودة زميلنا صديقنا من قسم الرياضة، وجا القزوز والزلابية والمخار. أنت منين باش تلقى الجهد من بعد باش تكمل أخي بعد هذا الكل؟ الحاصل لازم الحاجات هذوما باش لازم نكمل. علي الخلولي صحيح زميلنا من قسم الرياضه. دونك الحاصل عهدها باش تولي زرده بالكرم نتاع اهل الباجه الطيبين، نبرد شويه القايله ونعطيها تعسيله ومن بعد نكمل ما كتب في سخانه ظاهره من اول النهار. شاريه شبوك ما عادش برشا، على كل حال 115 كيلومتر. دونك الوجهه باش تكون وين؟ الوجهه باش تكون ان شاء الله زغوين. زغوين، دونك انت خارج من تبرقه متعدي على باجة بعد ماشي لزغوين. ايه انا سامحني جست باش نصحح لك. ايه انا وصاحبي من الاول كنا معاملين باش معناها نعملوا تور دو كابون كهو حاجه صغيره كي خفيفه نبدلوا باهجه وكل شيء. ومن بعد بدلت الراي، قلت له هاي برا نهبطوا المهديه نبداو نعملوا ساحل وكابون. بطلت انا وياه عملنا ساحل كابون. بعد هو باش يروح يخدم وكل شيء برا، قلت نكمل لها بنزرت. هذا مشيت بعد قلت وصلت بنزرت برا نكمل لها تبركه. اي وصلت تبركه بديت تجيني هكا هكا فكره نتاع برا علي سليم ما نكملش نهبط. فما شكون يظن لك في راسك معناتها؟ هو السؤال الاختيار شكون اللي يظن لك في راسك وين ما توصل البلاصه يقول لك برا كمل البلاصه اللي بعدها؟ والله الحاجات باهية اللي تلقاها في كل بلاصه، ترحيب العباد، المناظر الطبيعيه اللي تعرضك في الصينيه. اليوم قرارك عباس جلاسي انك باش تزور كل الولايات ولا انت وجهدك؟ والله قررت، الجهد موجود ان شاء الله. اي قررت ان شاء الله نتعدى على زغوين، نرتاح في زغوين ومن بعد نكمل ان شاء الله نهبط للجنوب نكمل بقيه الولايات اللي مازال. باهي دونك اللي نفهمه من مخك انه عندك اوبجيكتيف كمان، شنو هو الهدف الاساسي من وراء هالعمليه هذه انك تاخذ بسكليت وتدورها شليله ومليله؟ والله هو عملنا ساعة قبل رمضان، عملنا أنا وصحابي فاروق زاموري محمد أمين مبارك اللي نوجه لهم تحية، عملنا تور النرويج اللي عملنا فيها جو بالكدا، عجبتنا التجربة هذيك، قعدت في مخي كي نتعدى رمضان باش نعاود تور أخرى مع أكبر، جات الفرصة نبدينا فيها هاني مكمل فيها مش عارف المشترك في الأخر كان من تعدى كمل الجزائر والمغرب. باهي كانت تكبر الحكاية كومبليتمون معناتها انك باش تزور دول اخرى بالبسكليت. تجربتك الاولى هذه؟ هذه الثانيه، عملت النرويج قبل رمضان وهذه تو مش اللي بديتها نورمالمون كابون، تو اللي توسعت باش تولي كامل الجمهوريه. ومع الرحله هو واحد بالاساس خارج من الاولى كي باش كانت باش نبدل جو وكل شيء، لكن بعد كيك الكاميرا اللي تبدلت شوية باش نوثق برشا بلايص ونصور برشا حاجات نعديهم عليك البلايص هذوكم ان شاء الله باش نحضر فيديو وفما تصاور. جوستومون جيت باش نسالك، معناتها الموضه هي اللي ماشيه مليح المده هذه هو كل فيسبوك ديريكت، عمل لنا خويا فيسبوك ديريكت على الباج نتاعك. والله عملت مرتين ما توا لك فريق مليت نهبط ستاتويات وشويه تصاور. نعمل لك لايف على خاطرك. عايشك يا خويا بارك الله فيك. مع الامور موفقه معناتها كي تخلط السوسه باذن الله خويا تنجم تعدى بحذانا الاستوديو، مرحبا بك، كان سواء في توقيت برنامجي ولا برنامج زملائي تنسقوا لك نستدعوك ونفرحوا بك. شكرا على هالمبادره هذه، يظل لي اول مره انت في الميديا على الاقل تتكلم على المساله هذه كشاب تونسي اخترت تتعرف بالبلاد بطريقتك الخاصه، بدات بتفدليكا اليوم ولات امور جديات. بون انا مع الميديا حكيت قبل اكيد مع على جمعيتي اللي هي جمعيه تسلق الاستغوار بزوين اللي نتاع هي جمعيه نتاع سبور دو مونتاني رياضه جبليه، عندنا فيستيفال دي فيلم دو مونتاني يعمل في كل عام، نحكي مع فيها الميديا لكن هذه
لافونتير جديد هذه نقول فيها نتاع السيكلوتوريزم ولا مرة نحكي فيها الميديا. باهي شنو تحب تقول للتوانسة حتى لتوا من منطلق قداش من كيلومتر عملتهم على الأقل؟ شنو أبرز الطرائف اللي عشتهم؟ شنو أكثر الحاجات المزيانين اللي تعديت بيهم بخلاف أنك قابلت علي الخلولي؟ معناتها حاجة والله من أكثر حاجة ما تصيرش ديما راهو أي نقول لك حاجة ما تصيرش ديما أنك تقابل علي الخلولي جوا راهي فيه وفي باجة لا وطلعنا أنيات من قبل ونغزر له ونشبه عليه وظهرت هذا بعث له عرفت ميساج وما جاوبنيش عرفت لك البخيل نفدك وكيك فهمت قلت له هذه حصرتك تو في بلاده ايوا اما حصرته في بلاده ما عندك ما تعمل له المهم فرح بيه بالعكس اعطينا ابرز حاجه تشدت في بالك على الاقل حتى لتوا لا انا حاجه وحيده ما فهمتهاش علاش العباد يغزروا لي يقولوا لي بونجور ولا هلو يسخيلوك قاوري اش خليني خديت القرار تركيز ايه. بصفة صافي نلقى مع حدايا ضرب خويا مراد من صعيد من منطقة زلفة بدا ايه. يعمل في السيكلوتوريزم ايه. خديت مع عنده ضرب علم تونس قلت برجولي مش حاطه في المشيت من التالي صحيح علم تونس مشيت مغروس من التالي ولا عاد خلينا بونجور لهلو واضح السلام عليكم على خويا ورحمة الله لا يا حبيبي برشا ترى يا حبيبي ما يسعش وقتك شرموش الله توك تجيب احذانا نتوسعوا اكثر في الحديث عباس الجلاس